من عمان ينضم إلينا الدكتور حسن عبد الله الدعجة، أستاذ الدراسات الاستراتيجية بجامعة الحسين بن طلال. دكتور الدعجة، أهلا بك معنا على شاشة التلفزيون العربي. ربما كنت تستمع لما كان يفيد به المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، والمجازر في حق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مستمرة وبشكل يومي، هنالك مجازر دامية، في حين أن المستوى الدبلوماسي والتحركات الدبلوماسية لا يبدو أنها في نفس مستوى الحدث. شاهدنا أنطوني بلينكن في عمان تحدث مع مجموعة من الوزراء العرب، لا شيء جديد بشأن إيقاف هذا العدوان. ما هي العراقيل أمام وقفه بشكل نهائي؟ صباح الخير لكم وللمشاهدين أهلا الكرام. وسهلا. أعتقد أن بلينكن سواء خطابه في جلسة الاستماع في الكونغرس أو في واشنطن أو في تل أبيب أو في عمان هو ذاته، ومن ثم أنا باعتقادي وكأنه نصب نفسه الناطق رسمي باسم الكيان الإسرائيلي، وأنه يدعو لمزيد من القتل بتكراره بأن الدفاع عن الكيان الإسرائيلي حق وواجب، وهذا ما كرره في عدة خطابات، وهذا يدلل على الإصرار الولايات المتحدة ومسؤوليتها ومشاركتها في المجازر التي ترتكب ضد الإنسانية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والحصار الجماعي وكل هذه الأمور التي تعد مخالفة للقوانين الدولية، سواء القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي العام أو المواثيق الدولية التي نصت على تنظيم الأمور حالة الحرب، وأن هناك حق لحماية المدنيين وعدم استهداف البنى التحتية للمستشفيات والمراكز الطبية وكذلك البنى التحتية التي تخدم الحياة العامة للناس. لكن ما نشاهده ونراه أن هناك يعني تركيز على قتل المدنيين، وهذا القتل الجماعي الذي يتم له عدة أهداف. الهدف الأول يسعى منه نتنياهو لإقناع الرأي العام في الكيان الإسرائيلي أنه قام بالانتقام وأنه حقق النصر. النصر لا يقاس بعدد القتلى والشهداء المدنيين في أي حالة من حالات الحروب. النصر يعني يعتبر ويعد بتحقيق الأهداف. هل حققت الحرب أهدافها عندما أعلن عنها؟ والهدف الأساسي كان هو القضاء على حركة حماس، على قيادات حماس، على قوة الردع لحماس، وبالتالي هذا الهدف لن يتحقق، وبالتالي هذا فشل دكتور ذريع الدعجة، في هذا الجانب. في هذه الحالة إذا سمحت، الجانب الثاني لقضية القصف، القصف بقصد التهجير، هذه يعني هذا يعني خطة موجودة منذ عام 1956 تجاه الأشقاء في فلسطين، ومن ثم الدفع بقضية التهجير بداية النزوح إلى الجنوب، ومن ثم أيضا تم قصف الجنوب وتم قصف مخيمات في الجنوب وحتى السيارات الذاهبة إلى الجنوب تم قصفها، وبالتالي من يحمي المدنيين من هذا القصف الجنوني المروع؟ إذا قضية الدفع، القصف من أجل والقتل والإبادة الجماعية هو من أجل التهجير. الآن التهجير هناك ينقسم إلى قسمين، في هناك تهجير بما نقول القوة الخشنة، وهناك سيكون تهجير بالقوة الناعمة، القوة الخشنة من خلال القصف والتوغل البري، وهو لم ينجح حتى الآن في تحقيق أي هدف من أهدافه كما ذكر أيضا الزملاء من فلسطين، وهذا الناحية. الناحية الثانية هناك التهجير دكتور، الناعم، والتهجير الناعم يتم من خلال إرسال الجرحى إلى خارج غزة، ولاحقا سيتم إيجاد والقصد من ضرب دكتور البنى الدعجة، التحتية. وأنت تحدثت عن التهجير، كانت هنالك مواقف من جانب يعني وزراء خارجية الدول العربية الذين التقوا بلينكن اليوم، كان هنالك مواقف واضحة فيما يتعلق بضرورة إيصال المساعدات وأيضا وقف تهجير الفلسطينيين. هل الرسالة برأيك وصلت للجانب الأمريكي؟ أنا باعتقاد الرسالة دائما لها مضامين سياسية ولها مضامين عملية. المضامين السياسية الدبلوماسية تمت عبر القمم، وتمت وذروتها كانت في الأمم المتحدة عندما نجح العرب في حشد الرأي العام العالمي
سواء الشعبي أو الدولي من خلال التصويت لصالح وقف إطلاق النار، لكن الولايات المتحدة ترفض هذا الكلام وتدعم إسرائيل بالاستمرار بالقتل الجماعي. والسؤال الذي طرح على الوزير بلينكين في عمان، يعني كم يجب أن يرتفع عدد الشهداء من الأطفال والنساء والرجال حتى يعتقد الأمريكي والإسرائيلي بأنه كفى لهذه الحرب؟ إذن قضية العمل السياسي تم، لكن لم نعم يتم مقابل هذا العمل السياسي أي عمل آخر، وهو تهديد المصالح الأمريكية في المنطقة. ما لم يتم تهديد فعلي، فض الشراكات، فك الشراكات الاستراتيجية، على الأقل التهديد بسحب السفراء، سحب السفراء من الدول الغربية التي تساند، عقد التحالفات مع الصين وعقد التحالفات مع روسيا، على الأقل في هذه المرحلة بداية التلويح بها والإعلام بها، ومن ثم شكرا أيضا دكتور، التلويح بفض هذه الشركات الموجودة في المنطقة. شكرا نعم. شكرا جزيلا لك من عمان الدكتور حسن عبد الله الداجة، أستاذ الدراسات الاستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال.